Bienvenue à tout le monde, aux chers auditeurs. Bon, titre tel jour, mais il faut que les auditeurs s'en aient parce qu'à la belle fin, c'est je m'adresse aux gens qui ont dit que je dis ce là, c'est-à-dire que tu fais quoi. Donc, bonsoir à Zdine Azou, Madame Fatiha Hamidou, bonsoir Madame Rachida, bonsoir Salah GP Azoul. Donc, c'est à vous la parole, la ligne téléphonique elle est ouverte. Et le sujet d'actualité, bien sûr, Nibdao Biljazair. El Jazair. Chauffe Drka, la situation garde Tsab sur le plan de l'économie internationale. Yani qui m'a goulou andana, m'tila fi qsmtena, dabzou l'frak fsma, jaddark as-saqf. Donc, la crise hadi. الأزمة اللي حتولدها الحرب الأوكرانية الروسية ما كنت حمس غدوة الصباح الأزمة هذه راح تضرب الجزائر سور دو زون سور عامين جو فو رابيل راح تضرب الجزائر سور مينيموم عامين دو زاني وماشي غير الجزائر الجزائر ولي بيي ضعف بكل الاقتصادات نتاعهم ضعيفة والأزمة هذه أزمة غذائية والأزمة الغذائية هذه راح تكون عالمية مام فرنسا ومام الدول العظمى هنا بداو يديروا في لي بري ديسبوزيسيون تاعهم باش يفوتوا الازمه هذه كي فا ديوري اونتر 12 اي 18 موا فوار 2 زاني اليوم تلموا لوطون تلمت لو تريك اوروبيان والجي ما نعرف واش 20 ولا 27 ولا جو سي با كوا المهم الحاله من الناحيه الاقتصاديه ما تشكرش بيان سور نقول لكم ان الربح الوحيد هو الولايات المتحده ومعها الروس الخاسر الاعظم في الوضعيه هذه هي الاوروب كون ما تبداش تجري على روحها وحنا بيان سور حنا اللي نروحو تحت الرجلين دونك بور ريفنير كو دوا فير الشعب على بالكم باللي كي تكون ازمه لازم لي ميور كادر لي بلو بيرفورمون هما اللي يكونوا في نظام الحكم لانه الازمه ما يفوتوها غير الكفاءات وما يواجهوها غير الكفاءات بصح حنا الحكومة اللي عندنا حاليا مش نقول لكم الحابس الخوه نفريني الخوه بلاك يسون كومبيتون في حوايج بصح سيرتانمون با في لا جيستيون بلاك كومبيتون في الشتاء كومبيتون في السرقة كومبيتون في التبغيل ليت بصح محال يكونوا كومبيتون في الخدمة دونك سي المومون كو الشعب يخرج يريكلامي لو دروا à une gouvernance compétente باش نفوتو la crise دركا لو دروا ماشي ان اكزيرسي دو لا بوليتيك والله دوكا نسحقو غير لي كومبيتونس نسحقو كيما نقولو حنا البوينغ الخوه الميغ الخوه سي لا سيتوياسيون لا سيتوياسيون الي غراف لازمكم تفيقو il faut vous réveiller parce على هاي قضيه ماكله قضيه استوما هذا السميد اللي ما كانش والزيت على بالكم باللي راح تولي بير راح تولي بير والحكومه هذه ما دارت حتى خطوات باش توجد روحها تواجه الازمه هذه لانه الخطوات باينين كيفاه يندارو بصح يقوموا بهم الكفاءات لا خير في شعب يتكلم بلغه من استعمره فوقولها هي الطبقة العملية باسي جي نجاوبك لا خير في شعب يتكلم بلغة من استعمره انت واحد منهم بعد العرب كانوا استعمار واش تسميهم العرب فاتحين واقيلا يديو لي زيسكلاف والجواري والغلمان فاتحين لا حول ولا قوة الا بالله الهضرة تاعك تولي عليك ونسيبريميك بعد انا شوفوا جماعة غير خطيونا الدنيا يتخربطت العالم ماكل بعضه سو لو بلان ايكونوميك اي فينانسيي رانا رايحين ماشي لي نوفيل فورم نتاع لو موند رايحين نوليو لا غير فرواد اللي كانت بكري بين الماريكان بين البلوك است والبلوك ويست والتداعيات الاقتصاديه درك دي فوا بلوس على بكري باسكو بكري الاقتصادات كانت شغل لا بلوبار عندهم اون مارج دو سيكوريتي في بلادهم يخدموا حاجه كيما فرنسا ستان غران بيي اغريكول باش تاني ما يغلطكم حتى واحد
بصح فرنسا بعد ما تقدرش تجري رابيدمون درك باش تسوي الوضع. راهم قاعدين ينظموا في سكون ابل دي ميزور اكسيبسيونيل باش الازمه الغذائيه ما يجيش الوضع تاعها كبير على المجتمع تاعهم. حنا ما داروا والو، وهادو ما يقدروا يديروا والو ما يمكن يحبوا. دونك سي المومون، سي لو مومون، سي المومون. ربي يستر مدام ليلى، توت افي ربي يستر صح، ربي يستر صح. مي سي لو مومون، سي لو مومون كو صوت الشعب يعلى امام الرئاسه تاع الجمهوريه هذه والقياده هذه باش يحطوا لهم كفاءات في التجاره، في الفينانس، في بارتو. ما عندكمش، اكريو كفاءات، شريو كفاءات. الازمه تاع العامين هذه لا تبقي ولا تضر، والله العلي العظيم يا جماعه نهضر منيتي، راهي حرب كحله وقلتها لكم. وكاين جيبا الى دار اون فيديو تاعي تاع 2019، الور الجوع اللي كانوا يخططوا فيه باش يقضيو على الشعب الجزائري راهو جاي زوج خطرات، راح يؤدي الى ضد ليفيكاسيتي تاعو. لي ميغراسيون، باش نجيبها لكم من الاخر، لي ميغراسيون افريكان راح تطلع عندنا تاكلنا وراح تفيض على الميديتراني في العامين هذو. محمد صالحي، اي نون با بور دان سولافمون بوبولار، ils ont peur d'un soulèvement révolutionnaire avec ce qu'on appelle une tête politique. لانه كي تنوض في فوضائيه ضوضائيه واش يقدروا يديروا هما؟ يكالميو لو جو، يفتحوا شويه المجال، ينفسوا الشعب. هذا واش طالبين احنا، باش ينفسوكم برك. الوضع اللي رانا فيه نقدروا حتى نقول لهم شوفوا اديوا الحكم سيدي، غارديوه، تشي با غارديوها، خليوا الكفاءات الجزائريه تحكم المناصب تاعها وتخدم، نعديوا الازمه هذه، نعديو الأزمة هذه. لأنه محال، محال واحد كيما وزير التجارة هذاك في الأزمة هذه يبقى وزير، سي امبوسيبل، مستحيل مستحيل. هكا ماشي غير جريمة، يعني شغل الواحد جاب موس يدق لك في عينيك وانت تقول له بالعقل. وي يا مسيو نبيل، كفاءات مهمشة على هذه، دوك لازم يفتحوا المجال للكفاءات لأنه الخطر كبير. صح، خطر فريمون كبير. ما كفاناش الهم نتاع الماكله المعمره بلي بيستيسيد والبولي وزورمون والزبل اللي يوكلوا فيه للشعب، ولا الزبل هذاك وحيولي ما كانش. وي لا سيتياسيون اي كريتيك ومانيش نكحل فيها، بصح ال بو اتر سوليسيوني. باش نقول لكم ما ضربناش لا كريز، تضربنا، ضربتنا ضربتنا، بصح مع دي كومبيتونس وكفاءات لا كريز تجي خفيفه، اخف وطئه، يعني تجي موان كيما نقولوا حنايا، موان غراف، موان غراف. من حيث البطاله سي 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 شنو نقول لك انا، من حيث البطاله ماشي نقول لك انا سي لا بودروزيو ولا ما عندها حتى سونس.